ازاي تنظف الماوس باد بطريقه سهله جدا، وده مهم علشان مع الوقت التراب بيتراكم عليها وهيأثر على حركه الماوس. جرب تخربشه لو لقيت عمل علامه فمحتاج يتنظف، وانك تمسحه بالمايكرو فايبر مش هيعمل نتيجه. فقبل ما تعمل اي حاجه افتح موقع الماوس وشوف ماشين واشبل ولا لا، ولو هتحطه عادي في الغساله وتشغل الغساله لمده 10 دقائق بس مش اكتر من كده، ويكون بميه ساقعه. حط شويه صابون وبعد ما يخلص سيبه يوم ينشف وهتلاقيه رجع زي جديد.